آثار مادية ببيوت المدنيين وحرائق في الأراضي الزراعية، مما يسبب أضرار جسيمة ووضع اقتصادي سيء ينعكس على أهالي البلدة والفلاحين. عم نسمع رشقات نارية هلأ، كأنه لا تزال الجبهة بالمنطقة هذيك مو مستقرة. الجبهة لم تهدأ ولم تهدأ حتى طرد هؤلاء الخونة الإرهابيين العملاء المدعومين من إسرائيل وقطر والسعودية وتركيا، وقريبا سنطردهم من هذه الأرض الطاهرة وسننتصر بإذن الله، ونحن كلنا ثقة بمهمة جيشنا الباسل وقيادتنا الحكيمة بقيادة السيادة الدكتور بشار الأسد. ابن عمك، عمك، رفقاتك ارتقوا شهداء وروى الأرض الطاهرة هاي لأرواحهم، شو بتحكي في راسك؟ نحن كلنا فداء هذه الأرض الطاهرة الشريفة المقاومة عن حقوق العرب والمسلمين والأحرار من فلسطين إلى كل الدول المظلومة المضطهدة أمريكيا وإسرائيليا وأيضا خليجيا والاستعمار العثماني المتجدد. فنحن كلنا فداء هذه الأرض الطاهرة. ابن عمي استشهد بمعلولة، ومعلولة هي مثل حضر، ودير الزور هي حضر، والسويدة ودرعا وطرطوس كل المحافظات هي واحد، ونحن فداء هذه المحافظات وتراب هذا الوطن الغالي.